اليوم الأربعاء 2 أدار وحلقة جديدة من برنامج أخبار الصباح. وبحلقتنا اليوم جمعية بيوند مسحت الحزن عن وجوه الأطفال السوريين بلمسة الفرح والأمل. الفنانة بادية الحسن بوجد على خشبة قصر اليونسكو، أمسية شعرية مع الشاعر هنري زغيب وغيرها من التقارير، بالإضافة إلى محطتنا الثابتة مع زميلتنا مريم الحاج. أما ضيفنا لليوم فهو أنطوان باخوس، رئيس قسم الإعلان بالجامعة الأنطونية، لنحكي معه أكثر عن مسابقة الخلق الإعلانية اللي نظمتها الجامعة. البداية بأخبار صباح مثل العادة اتصال مباشر مع مصلحة الأرصاد الجوية أستاذ محمد كانج معنا على الخط. مرحبا. يا هلا، صباح النور. كيفك استاذ محمد؟ ماشي الحال. شو صيفية؟ صحيح. لأي متى مكفية هالصيفية؟ لليوم عشية، اليوم أدفى كمان. اليوم مزبوط حسب ما خبرتونا امبارح، بتعلى اليوم الحرارة أكثر من امبارح، صح؟ صحيح. هلا تفضل. إجمالا معدلة بشهر شباط بين 10 و 18 درجة، اليوم ممكن تكون بين 15 و 30 درجة. دوبل يعني تقريبا. صحيح. طقسنا اليوم مبلش غائم جزئيا لغائم احيانا، عندنا كتل هوائيه دافعه عم تهيمن على المنطقه على الحوض الشرقي المتوسط. نعم. ببلش يصير الطقس متقلب اعتبارا من الفتره المسائيه. فجر بكره في عندنا الليله رياح ناشطه خاصه بالمناطق الجنوبيه بتوصل ل 75 كيلومتر. نعم. وعندنا استمرار بالارتفاع بدرجات الحرارة مثل ما حكينا. الطقس بلش يتقلب من الفترة المسائية، يعني فجر نهار الخميس. الخميس حيبلش غائم إجمالا مع أمطار متفرقة موحلة ببدايتها، بتكون غزيرة أحيانا خاصة بالمناطق الجنوبية والداخلية، حتكون مترافقة مع عواصف رعدية متفرقة ورياح ناشطة. ببلش عندنا انخفاض بدرجات الحرارة، يعني على الجبال على 1500 متر بتنزل الحرارة تقريبا 12 درجة، وهالشيء حيؤدي لبرق ورعد وهواء قوي وليل وريح. صحيح. نعم. بتخف حدة الأمطار بالفترة المسائية لنهار الخميس، والجمعة عندنا أمطار خفيفة، حيكون غائم الطقس، درجات الحرارة حتكفي منخفضة يعني، وعندنا ضباب على المرتفعات، احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة، وحتكون أكثر مركزة بالمناطق الشمالية. طيب، بهاليومين يلي رح بتشتي فيهم رح تتلج على الجبال؟ هلا بالنسبة للتلج تدني درجات الحرارة، يعني هلا نحن على ممكن يؤدي إلى سقوط التلج. التلج حيكون بال 1700 متر 1800 متر، يعني هلا الحرارة بالأرز اللي هي أعلى منطقة تقريبا بزروها هي ب 18 درجة خلال النهار، بس انخفاض درجات الحرارة حيخليها توصل للأربع درجات. نعم. طيب بس بعد سؤال سريع. نعم. بالويك اند رح يرجع يزبط الطقس بالمبدأ. السبت في عنا شوية أمطار بعد. الأحد يزبط الطقس إجمالا مبين. طيب، ودرجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض قديش على الساحل؟ يعني حعطيكي مثل، بالنسبة لليوم هتكون بين 15 و 30 درجة، بكرة هتكون بين 10 و 20 درجة. ولو 10 درجات؟ هلا بالجبال نفس الشيء، يعني بالمناطق الجبلية مثل الأرز اليوم بين 5 و 18، بكرة من 2 ل 8. يلا يومين وبيقطعوا. صحيح. شكرا لك استاذ محمد، يعطيك العافية، بنحكيكم بكرة. عناوين صحف مع بيارات. مرحبا. مرحبا لك ولكل المشاهدين. جولة على عناوين صحف بيروت لصباح اليوم بنبداها هلا. جولتنا لمن يوم بنبداها مع عناوين صحيفة النهار. ماذا بعد النصف زائد واحد اليوم رئاسيا؟ نصر الله يستعيد النسخة السورية ضد المملكة. تعيين مفاجئ لمدير المخابرات الجديد بمعزل عن القوى السياسية. حديث عن تقدم في حل لأزمة النفايات عشية مجلس الوزراء. افتتاحية النهار لليوم بألم سمير عطلة حملة عنوان ازدراء الإجماع القومي يزعزع الوحدة الوطنية. الأردن قتلى في أوسع عمليات ضد خلايا نائمة للإسلاميين في إربد. واشنطن متشجعة بالهدنة السورية. دمستورة حدد 9 أذار موعدا لجنيف. وختاما، رعب جمهوري من سيطرة ترامب على نتائج انتخابات الثلاثاء الكبير. توقع فوز كلينتون على ساندرز بغالبية الولايات في انتخابات الثلاثاء الكبير. من صحيفة النهار إلى عناوين صحيفة السفير. نصر الله يضبط الشارع، فلتواجهنا السعودية وحدنا. اتصال بين بري وعسيري، والحريري مستمر بالحوار مع حزب الله. المجلس النيابي يتصدى لملف النفايات، توازي الحلول والمحاسبة.
ومن صحيفة السفير ننتقل إلى عناوين صحيفة الحياة. محاولة لاغتيال الداعية القرني، الشرطة الفلبينية تقتل الجاني وتحقق في الخلفيات، الحريري يحاور حزب الله ليقول الأشياء كما هي، نصر الله يمنع أنصاره من النزول إلى الشارع، الحكومة الكويتية تدين إساءات نائب للسعودية، ردود فعل غاضبة بين أعضاء البرلمان والغالبية السنية، تشكيك في آلية عمل صيانة الدستور، عضو في المجلس ينتقد المخبرين وتأثير الثروة والسلطة في إيران، مطالب بتعزيز آلية رقابة الهدنة وتحديد مناطق داعش والنصرة، منشورات على درعا وغوطة دمشق وصواريخ على إدلب وتحديد موعد المفاوضات الأربعاء المقبل، مصرع ضباط كبار وقادة في الحشد الشعبي، داعش يتبنى الهجمات الانتحارية في الحديثة والمقتدية. من صحيفة الحياة إلى أبرز عناوين صحيفة المستقبل، أكثرية بلا نصاب في المجلس اليوم، الحريري متفائل بتطورات رئاسية إيجابية، فرنجية يراهن على الوقت وعون يستعد للتصعيد، انتهاكات النظام تتواصل والمفاوضات إلى 9 آذار، الهدنة السورية تترنح وروسيا تريد إقفال الحدود التركية، إيران تطلق العقل المدبر لاقتحام السفارة السعودية، ومقالة خير الله خير الله لليوم حملت عنوان اختبار التغيير الإيراني في لبنان، وبالختام مخاوف من انتقام الحشد الشعبي بعد تفجير المقتدية، مقتل قائد عسكري عراقي كبير في الأنبار بهجوم لداعش. بصحيفة الأنوار لليوم، الحريري يدعو فرنجي لجلسة اليوم وزعيم المردة يعتذر، وزارة الصحة تنفي انتشار فيروس خطر في لبنان، اليونان توقف سفينة تنقل أسلحة إلى لبنان، كاري اتفاق أمريكي روسي لتركيز الغارات على داعش والنصرة، قوة أردنية تشتبك مع مجموعة مسلحة في إربد، دومستورا حدد 9 آذار لمحادثات جنيف، والمعارضة تشترط للمشاركة الالتزام بالهدنة. من صحيفة الأنوار مننتقل إلى عناوين صحيفة اللواء، الرصاص رسالة مسيئة للاستقرار، وعون ينتفض بعد تعطيل الجلسة 36، الحريري يربط استمرار الحوار بحماية البلد، ونصر الله يطمئن ويصعد سعوديا، محادثات السلام السورية تستأنف في 9 آذار، والأمم المتحدة تستعجل بحث الشق السياسي، معركة الثلاثاء الكبير، كلينتون وترامب يتقدمان، ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة في صيدا. ومن اللواء ننتقل إلى صحيفة البلد، وبالعنوان العريض لليوم، نصر الله يتمسك بالحكومة والجولة الرئاسية بمشاركة الحريري، الجيش العراقي يضيق على داعش في الصحراء الغربية، مصر المحادثات حول اليمن هشة، سهل الخيم أحد أكبر السهول الزراعية المهمشة، الحوار الثقافي والحضاري عن إيران الأخرى، وبالختام الجلسة الرئاسية 36 زيادة عدد لا أكثر. بترجمة لعناوين صحيفة The Daily Star، الحريري انتخاب الرئيس مفتاح حل الأزمة، الأمم المتحدة تستأنف من جديد محادثات السلام السورية في 9 آذار، العراق يشن حملة عسكرية لاستعادة منطقة شمال بغداد، وختاما نصر الله يطمئن. من The Daily Star ننتقل إلى عناوين صحيفة لوريون لوجور، وبترجمة للعناوين، سلام مدني نعم، رئاسي كلا، أزمة النفايات، استعراض الملايين المتبخرة، ثلاثاء كبير، والهدف عينه لكلينتون وترامب، وختاما مجرات عون وفرنجية، المقربون، الشركاء والمعارضون. بصحيفة الشرق لليوم وبأبرز العناوين، الحريري مستمرون في الحوار وأدعو فرنجية للنزول إلى المجلس، نصر الله في خطاب تقية ينتهي بالتهجم على السعودية، العميد كميل ظاهر مديرا للمخابرات خلفا لإدمو فاضل، لبنان في المحادثات الفرنسية السعودية اليوم، لا مخاطر على الليرة والمصارف اللبنانية، جلسة حكومية مفصلية حول النفايات، وختاما وبعيدا عن السياسي، لبناني بطل العالم بالمويتاي. من صحيفة الشرق مننتقل إلى عناوين صحيفة الشرق الأوسط، خطاب يائس الأسد وتناغم أمريكي روسي كردي حول الفيدرالية، مسؤول أمريكي للشرق الأوسط، واشنطن وموسكو تتبادلان خرائط مناطق الهدنة، الثلاثاء الكبير خطوة كبيرة نحو حسم السباق الرئاسي،
ولي العهد السعودي وصل إلى تونس ويلتقي أولاند الجمعة. الإليزي نعول على الرياض لإنجاح مبادرة السلام. وصية بن لادن بخط يده، أموال للقتال و1% لأبو حفص الموريتاني. الدفعة الأمريكية الثانية من وثائق مؤسس القاعدة تكشف قلقه من الجواسيس. وختاما، رئيس وزراء ماليزيا للشرق الأوسط: ندعم جهود السعودية لتحقيق السلم العالمي. من الشرق الأوسط إلى صحيفة الأخبار وبالعناوين إلى اليوم: تسونامي عوني قوتي في البلديات المسيحية. وجولتنا بنختمها مثل العادة مع صحيفة الجمهورية يلي عنونت لليوم: فشل محاولات إقناع المرشحين بالنزول. تكريس التهدئة عنوان الصورة اللي عم نشوفها، يلي صورة فأزا من اللقاء يلي جمع الرئيس تمام سلام ورئيس سعد الحريري بالسرايا الحكومي امبارح. وبالعناوين الأخرى: ماذا لو عاد ماريو حنا مارون اليوم؟ ترامب وكلينتون يحظيان بفرصة كبيرة للفوز. وختاما، ليستر يتعثر وتشيلسي يفوز في الدوري الإنجليزي. وبيصدر اليوم مع صحيفة الجمهورية مثل صباح كل نهار أربعة ملحق خاص بالتكنولوجيا. جولتنا على صحف بيروت لليوم وصلت لختامها. بريك ومن بعده جولة فنية وثقافية مع جوال. ضلكن معنا.